مشاهدينا أولى تفاصيل مع منور. أهلا بكم مشاهدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر من وزارة العدل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية اليوم الخميس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز، وقد أعلنت استمرار اجتماعها ليوم غد الجمعة في تمام الساعة 7 مساء لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من هيئة الرؤية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالإشارة إلى الإعلان الصادر بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية، فقد اجتمعت الهيئة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو 2017 التماسا لرؤية هلال شهر رمضان سنة 1438. وقررت الهيئة استمرار اجتماعها حتى يوم غد الجمعة الموافق 26 من مايو 2017 الساعة 7 مساء في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس الهيئة الشرعية، رئيس مجلس القضاء المستشار إسحاق حسين ملك الكندري، وكيل محكمة التمييز المستشار صالح رشيد ركدان وكيل محكمة التمييز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضل سعادة المستشار يوسف جاسم مطاوعة رئيس هيئة الرؤية الشرعية، فسيتم انعقاد اجتماع الهيئة غدا التماسا لرؤية هلال شهر رمضان، وحينما يتم التثبت من ذلك سيتم إعلان فورا إن شاء الله.